أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على طلاب العلم المبتدئين أو على العوام الإنكار على ولاة الأمر إن حدث منكر، أم يقتصر على العلماء؟ وكيف تبرأ الذمة في ذلك؟ الإنكار على ولاة الأمر، كيف الإنكار على النصيحة لولاة الأمر؟ ويجب النصيحة لولاة الأمر. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة ما هو بالغيبة وله بالإنكار عليهم بالمجالس، إنما يبلغون إما مباشرة لمن يستطيع، وإما بالكتابة لهم، وإما بأن توصي من يتصل بهم تبلغهم هذا الشيء. نعم.